لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. في المدى هجمات على ساحات الاحتجاج تزامنا مع وعود الكاظمي بمحاسبة قتلة المحتجين. في ألترا عراق كواليس زيارة خليفة سليماني، العامري يتوثب لمهمة إدارة الحشد الشعبي. في صحيفة الزمان اكتمال كابينة الكاظمي والعامري يقدم استقالته من البرلمان. في الجارديان الاحتجاجات لغة غير مسموعي الصوت والولايات المتحدة ستعاني بدون تحقيق العدالة. في موقع عربي 21 وفاة الأمين العام السابق للجهاد رمضان شلح. في القدس العربي مسؤول ألماني انسحاب القوات الأمريكية من ألمانيا قد يضر بالعلاقات الثنائية. وفي العربي الجديد سابقتان بجلسة البرلمان العراقي، وزارة استثنائية للتركمان ونائب يختار بديله. السلام عليكم. في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء يلتقي عوائل ضحايا احتجاجات تشرين، كانت بعض الجماعات المجهولة تهاجم ساحة التحرير وتحرق الخيام. منذ أيام يحذر ناشطون من وجود حملات انتقام وتصفيات لمتظاهرين تجري بشكل يومي فيما تغطي عليها أحداث كورونا، وتدفع حملات الاستهداف الفردي للناشطين ومهاجمة المتظاهرين بشكل جماعي في ساحات الاحتجاج إلى تسريع عودة التظاهرات. وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة تحضيرات في عدة مدن في الجنوب تمهيدا لاستئناف الاحتجاجات اليوم الأحد بحسب بعض بيانات التنسيقيات. في بغداد، وعلى الرغم من تراجع أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير، إلا أن الاستهدافات لم تتوقف، وتعرضت ساحة التحرير ومحيطها وفق ناشطين منذ بداية أزمة كورونا في آذار الماضي إلى نحو 15 هجوما من جهات أمنية وأخرى مدنية أو شبه عسكرية. يوم الخميس الماضي هاجم شباب مدنيون بعضهم نصف عار الساحة حاملين أسلحة وسكاكين، كما أحرقوا عدة خيام. ويقول أحمد علاء أحد الناشطين في بغداد للمدى إن الأحزاب السياسية تجند بعض الشخصيات المشبوهة والمراهقين لمهاجمة الساحة حتى تبعد الشبهات عنها. أغلب الهجمات وعمليات الخطف التي جرت في ساحة التحرير كانت تنفذ من منطقة البتاويين القريبة من المكان. يبدو أن عمليات الخيام الأخيرة جاءت بعد فشل مفاوضات كشفت عنها المدى مؤخرا للسيطرة على ساحة التحرير. وذكر ناشطون قبل أيام لصحيفة المدى أن جهة سياسية لم يكشفوا عنها بالتحديد بدأت تتفاوض مع بعض المتظاهرين للسيطرة على الخيام وبعض المواقع في الساحة استباقا لعودة الاحتجاجات. هناك من يتعامل أو يذكر بأرقام فساد خيالية عالية قد تصل مبالغها إلى أكثر من 500 مليار دولار أو تتجاوز هذا السقف المفترض في ضوء حسابات خافية أخرى يجهلها القارئ والمتتبع البسيط الغافل، ناهيك عن اعترافات من مصادر القرار التي تحدثت وتتحدث صراحة عن أكثر من 400 مليار دولار أو ما يقاربها مفقودة. مقال الكاتب لويس إقليمس في صحيفة الزمان العراقية. قد يكون ما نسمعه ونقرأه عن أرقام الفساد الخيالية صادم جدا، لكنه في نظر شرائح من أرباب الطبقة الفاسدة وأتباعها يدخل ضمن خانة العادي جدا. فحيث كانت صفة الفساد والسرقة والنهب والقتل حراما في العرف الاجتماعي العراقي العربي، أصبحت في ظل نظام الحكم بعد 2003 نوعا من التفاخر والشيم المجتمعية لنفر ضال ارتضى لنفسه الانخراط ضمن منظومة الفساد التي تحكمها أحزاب السلطة ولا سيما الإسلامية. ويا للعار، ولكن حسنا فعل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بمكاشفة الشعب بالمشكلة بل المشاكل الكبيرة والكثيرة التي تتقاطع مع جهود بعض أعضائه.
ونحن نعتقد أن هذا لن يكون ممكناً إلا في حالة توفرت لديهم الحرية الوافية والمساحة الكافية للعمل وفق الضمير والمواطنة الصادقة للحفاظ على ثروات البلاد وحقوق المواطنين المحرومين منها بسبب ما شهدته البلاد منذ السقوط في 2003. فقد سمحت قوة الاحتلال الغاشم آنذاك لساسة البلاد بنهب الثروات على مرأى ومسمع بل ودعم من رموزها، وعلى رأسها الحاكم المدني سيء الصيت برايمر الذي مسك العصا من الوسط ووزع المناصب والمكرمات بموجب نظامه المحاصصاتي البغيض الذي كان السبب المباشر في نشر الفساد واستشرائه وتمكنه من الاتساع بطريقة اخطبوطية وأميبية ماكرة لغاية الساعة. لا ننكر صعوبة العمل التي يمكن أن يواجهها مجلس مكافحة الفساد وغيره من المؤسسات الرقابية في ملفات معقدة. لا أحد يعرف دهاليز مواقع صرف مئات المليارات وكيفية سرقتها، أما من فتح فاه من الجريئين فكان مصيره التغييب. هناك قوانين جائرة ولصوصية شرعتها الأحزاب الحاكمة لنفسها ضمن الموازنات التشغيلية بغية تمكين سطوتها بنهب ثروات البلاد وشرعنتها في غفلة من الشعب. لماذا يتشبث محافظ البنك المركزي العراقي بهذا المنصب المهم والحساس لدى الدولة العراقية؟ لماذا لا نستغرب كيف ضاعت 500 مليار دولار في العراق؟ سؤال يطرحه الكاتب زهير الفتلاوي في مقال بموقع كتابات. أقسمت النائبة ماجدة التميمي بوجود مزاد بيع العملة الصعبة الذي يديره البنك المركزي العراقي إلى أربعة اتجاهات مستغربة من وجوده من الأصل. وقالت التميمي إن مزاد العملة يذهب ربعه الأول لجيوب بعض الموظفين الفاسدين، أما الربع الثاني فتستولي عليه الأحزاب، والثالث يكون بيد التجار، وربعه الرابع والأخير يذهب إلى الإرهاب، فيما أشارت إلى أن تمويل الإرهاب كان عن طريق مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي العراقي. حديث النائبة ماجدة التميمي لم يكن مفاجئا، والدليل الكثير من الخبراء والمحللين الأمنيين والاستراتيجيين يقولون إن الفساد يدعم الإرهاب، ولا يخلو مزاد العملة في البنك المركزي العراقي من الفساد. زادت من ذلك النائبة التميمي بوجود دعم وإسناد وتمويل للإرهاب. ماذا نقول إلى إدارة البنك المركزي العراقي على هذه الحقيقة وقبلها الفضيحة بفساد ونهب لأموال الشعب من خلال شركات الدفع المسبق البطاقة الذكية؟ وأشارت إلى أن تمويل الإرهاب كان عن طريق مزاد بيع العملة. أين الجهات الرقابية وخاصة القضاء العراقي، المدعي العام، هيئة النزاهة، الإعلام والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني؟ ماذا نقول لدول العالم وأهم مؤسسة نقدية في البلاد تدعم الإرهاب وبشكل ممنهج؟ هناك عدة أدلة، منها عشرات المصارف الأهلية والتي تعتاش على مزاد بيع العملة ولا تقدم أي خدمات أخرى للمواطن العراقي، ولا حتى منح القروض الصغيرة ودعم المشاريع للباحثين عن العمل، مجرد تهريب وغسل للأموال. هنا يجب التحقق من إجازات شركات الصرف التي منحت في السنوات الثلاث الماضية، والتحقق من المصارف التابعة لجهات سياسية أو المدعومة من قبلها، وهو ما سيكشف الفساد السياسي الممنهج في العراق. هذه رسالة مهمة للقضاء العراقي، لوسائل الإعلام والرأي العام. يستمر الجدل في المشهدين السياسي والاجتماعي العراقيين منذ عدة سنوات حول حقوق أبناء معسكر رفحاء. فمن هم جماعة رفحاء وما هو نضالهم ضد النظام السابق؟ مقال الكاتب جاسم الشمري في موقع عربي 21. التوجه الحكومي دفع رئيس لجنة السجناء السياسيين في البرلمان العراقي عبد الإله النائلي وكذلك الكتل الشيعية البرلمانية لشن حملة قاسية على الكاظمي، معتبرين أن هذا الإجراء مناف للعدالة الاجتماعية. ولا ندري أين كان هؤلاء المجاهدون، ثم لماذا لم يسقطوا النظام بجهادهم، ولماذا طرقوا أبواب القاصي والداني لضرب وطنهم؟ وهل الجهاد ضد النظام يعطيهم الحق في الغدر بوطنهم وشعبهم؟ وهل كان العراقيون كشعب
في ترف خلال مرحلة نشوء معسكر رفحاء بعد عام 1991، قانون السجناء يصف الرفحويين بأنهم مجاهدون وقفوا ضد الدكتاتورية، بينما كانت الدولة العراقية تصنفهم حينها بأنهم مجموعة من المخربين والمجرمين. إن حكومات بغداد بعد العام 2003 تسببت بتهجير ملايين المواطنين رغم أنهم لم يخونوا وطنهم ولم يشعلوا الفتن، وهم في نظر الحكومة مجموعة من المجرمين. فكيف يمكن القبول بأن الذين غدروا العراق هم مجاهدون والذين وقفوا ضد الخراب هم إرهابيون ومجرمون؟ بأي ميزان تقاس الأمور في عراق اليوم، ومن سينصف الذين هجروا وظلموا بعد عام 2003؟ الغريب أن قانون رفحاء شمل جميع الرفحاويين وحتى أطفالهم الذين ولدوا بعد عام 1991 عدوا من المجاهدين. أما رواتب هؤلاء فقد اختلفت الأرقام حولها، وحتى لو قبلنا برأي من يقول إن رواتبهم قرابة $1,000 شهرياً. جاء في موقع ذهل القريب من الكونغرس أنه بإمكان الكاظمي أن يثبت حرص حكومته على إعادة صياغة عقدها الاجتماعي مع الشعب العراقي من خلال حماية حرية التعبير. العديد من الصحفيين العراقيين قد تعرضوا للتهديد والضرب والمقاضاة والقتل أحيانا على يد السلطات، وأشارت ويلي إلى أن السلطات العراقية تستخدم بشكل روتيني قوانين ذات كلمات غامضة لتوجيه اتهامات جنائية ضد الصحفيين وأي شخص آخر يعبر عن آراء يعترضون عليها، بما في ذلك أحكام التشهير والتحريض، كما يتم استخدام تعابير تدل على جرائم مبهمة مثل إهانة المجتمع أو أي مسؤول حكومي بغض النظر عما إذا كان البيان صحيحا. الكتابة عن الفساد في العراق هو مجال حساس يمكن أن يؤدي إلى الاعتقالات والمضايقات، حيث تعرض ما يقل عن 7 من الصحفيين للهجوم من السلطات لأنهم وثقوا تقارير عن ممارسات الفساد. وقال العديد من الصحفيين أنهم ينفقون المال على المحامين باستمرار وسط مشاعر من القلق. وقد أمرت السلطات العراقية بإغلاق 8 محطات تلفزيونية و4 محطات إذاعية بتهمة انتهاك قواعد ترخيص وسائل الإعلام، وحذرت الكثير من المذيعين من تغطية الأحداث. وحذر الموقع من أن الوضع قد يزداد سوءا، حيث يمكن لمشروع قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات في العراق أن يقوض الحق في حرية التعبير. على سبيل المثال تحدد المادة 3 عقوبة بالسجن مدى الحياة مع غرامة كبيرة لاستخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت بغرض تقويض استقلال أو وحدة أو سلامة البلد. وصفت صحيفة الجارديان في مقال افتتاحي الاحتجاجات وأعمال الشغب التي وقعت بعد مقتل جورج فلويد بأنها لغة غير مسموعي الصوت، محذرة من أنه بدون تحقيق العدالة والتقدم للأمريكيين الأفارقة ستعاني البلاد من موجات غضب متجددة مرارا وتكرارا. يعتقد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أنه يستطيع أن يفعل الشيء نفسه مع الاحتجاجات في أنحاء البلاد على وحشية الشرطة تجاه الأمريكيين الأفارقة في أعقاب وفاة جورج فلويد، بحسب الصحيفة التي أكدت أن التاريخ لا يعيد نفسه كما يفعل الناس. واعتبرت أن هناك دلائل على أن الأمريكيين تغيروا للأفضل، مشيرة إلى أن الاحتجاجات تتمتع بدعم واسع من المجتمع، والمظاهرات السلمية هي بشكل رئيس بمثابة عرض لتنوع أمريكا. وتحدثت الصحيفة عن انخفاض شعبية ترامب حسب استطلاعات الرأي التي تظهر أن الناخبين يوافقون على الاحتجاجات التي أثارتها وفاة فلويد ويرفضون بشدة تعامل الرئيس معها، وتفسر ذلك بحدوث تغيير كبير في المواقف. فالأمريكيون كما تقول يعترفون أن العنصرية مشكلة حقيقية لمجتمعهم. ولفتت الصحيفة إلى أنهم منذ عام 1968 سيطر الحزب الجمهوري على السياسة في أمريكا واكتسب قاعدة سياسية من خلال مغازلة نيكسون الصريحة للبيض الذين عارضوا حركة الحقوق المدنية،
وذهب القادة الجمهوريون إلى استخدام العنصرية سلاحا للبقاء في السلطة التي استخدموها لمتابعة السياسات التي تثري الأغنياء بالفعل على حساب العمال العاديين. وقالت الصحيفة في تحليلها للعنصرية في الولايات المتحدة إن أفضل السبل لمواجهتها هو التعلم من تجربة داعية الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ. بدأ خلال الأسبوع الماضي في جنوب فرنسا تركيب أول أجزاء مفاعل إيتر النووي الاندماجي الأكبر من نوعه في العالم، لتدخل بذلك عملية إنجاز أضخم مشروع تقني في تاريخ البشرية. وتعد هذه المرحلة حاسمة بعد عقد ونصف العقد من بداية إشغال البناء في سبيل إنتاج طاقة نظيفة وغير قابلة للنضوب في المستقبل. وعلى مدى يومين تم وضع قاعدة مبرد المفاعل، وهو وعاء فولاذي سميك بوزن 1250 طنا، يمثل الجزء السفلي من علبة معدنية ضخمة ستحوي لاحقا باقي أجزاء المفاعل الرئيسة. يهدف مشروع إيتر إلى بناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة بنفس الطريقة التي تنتج بها الشمس وبقية النجوم طاقتها، من خلال دمج عناصر كيميائية خفيفة مثل الهيدروجين لتشكيل عناصر أثقل. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.